أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي نقف فيها على الذكرى 26 من تأسيس التجمع اليمني للإصلاح في قراءة موضوعية لمساراته الداخلية والخارجية. خرج الإصلاح من رحم تنظيم الإخوان المسلمين، ولكنه جاء كتجمع لقوى محافظة في بلد محافظ، واليوم أريد له أن يقوم بالمفاصلة المرة مع جذره التنظيمي الدعوي، فكان أن نفى الإصلاح عبر بيان لرئيسه محمد اليدومي ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهي خطوة انتظرتها أطراف إقليمية ربما بدافع التحرر من عبء شراكة متعددة الأبعاد مع قوة سياسية يمنية تم الزج بها في اللائحة الإقليمية للتنظيمات الإرهابية في لحظة محتقنة بالمواقف المضادة للربيع العربي، في حين أن هذه الخطوة لم تكن تعني الداخل كثيراً. إذن هل تغير التجمع اليمني للإصلاح بعد هذا البيان الذي وصفه مراقبون بأنه بيان أو بيان التأسيس الثاني للحزب؟ وهل أصبحنا أمام حزب سياسي مدني بالفعل؟ وما تأثير الحرب التي شارك فيها رجال الحزب في الميدان على مساره السياسي؟ وهل نجح الإصلاح في تبديد المخاوف لدى الشركاء الإقليميين في حرب استعادة الدولة؟ أم سيتعين عليه خوض معركتين إحداهما عسكرية والأخرى سياسية لترسيخ دوره ومكانته في الساحة اليمنية والإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المشاهدين ستكون محل نقاشنا لحلقة اليوم من فضاء حر مع ضيفينا من إسطنبول القيادي في حزب الإصلاح الأستاذ عدنان العديني، ومن تونس ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي معن دماج. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. والبداية معك أستاذ عدنان العديني، إلى أن يتوفر معنا الأستاذ معن دماج، هل تعتقد أن الإصلاح الآن دخل مرحلة جديدة من الأداء السياسي والوطني بعد 26 عاما من التأسيس؟ رغم أن القضايا التي أكد عليها التجمع اليمني للإصلاح وهي دولة المواطنة ونظام الجمهوري والتعددية السياسية وتداول السلم للسلطة، رغم أن هذه قضايا سبق للتجمع اليمني للإصلاح وتبناها منذ التأسيس، إلا أنه سيكون أكثر حزما في المستقبل في التعامل معها، على اعتبار أن الواقع المر الذي نعيشه كان نتيجة لضمور هذه المفاهيم، وأيضا لعدم وجود المؤسسات التي تكرسها وتجعلها واقعا عمليا. التضحيات التي يقدمها التجمع اليمني للإصلاح مع أبناء الشعب ليس لها من ثمن يمكن أن ننتظره سوى دولة المواطنة الواحدة لليمنيين كلهم، القائمة على أساس جمهوري، والتي تذهب باليمنيين إلى التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة. غير هذا الثمن لا يمكن أن يكون موازي، لا يمكن أن يكون مقابل للتضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون الآن في الساحة اليمنية. يشعر التجمع اليمني للإصلاح بأن المستقبل الذي يجب أن نذهب إليه لن يكون آمناً إلا في حال وجدت الدولة الواحدة، الدولة النقيضة للمشاريع الصغيرة والتي على رأسها فكرة الإمامة ودولتها المزعومة. ولذلك فعلاً التجمع اليمني للإصلاح يجد نفسه في لحظة تاريخية حاسمة، لابد أن تحسم مثل هذه القضايا التي لو أنها حسمت وبنيت مؤسساتها منذ البدايات منذ إعلان الوحدة اليمنية لكنا الآن في غنى عن خوض هذه المعركة الشرسة مع مشروع الإمامة وشبكة تحالفاته من المشاريع الصغيرة. مشروع الدولة بشكل عام، سوف نناقش هذه الأفكار أستاذ عدنان، لكن قبلها سوف نذهب لمتابعة هذه المادة التي تلخص أبرز المحطات السياسية للتجمع اليمني للإصلاح خلال الفترة الماضية، نذهب ومن ثم نعود للنقاش. خاض حزب الإصلاح منذ تأسيسه عام 1990 جولات سياسية وعسكرية عديدة بالتحالف مع نظام المخلوع صالح. في عام 2006 تجسد فك الارتباط بين صالح والإصلاح في انتخابات الرئاسة التي نافسه فيها بشكل كبير عبر مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان. قبلها كان الإصلاح قد أسس مع عدد من أحزاب المعارضة منها الاشتراكي والناصري ما سمي باللقاء المشترك في فبراير عام 2003. ظل نظام المخلوع في شد وجذب مع اللقاء المشترك حتى جاءت ثورة فبراير عام 2011 التي انخرط الإصلاح فيها. شارك في التوقيع على المبادرة الخليجية التي قضت بخروج صالح من السلطة، وأيد عبد رب منصور هادي في انتخابات الرئاسة التوافقية في فبراير عام 2012. شارك في حكومة الوفاق الوطني منذ 2012 حتى حدث الانقلاب على الدولة في 21 سبتمبر عام 2014.
في يوم الانقلاب وقع مع القوى السياسية الأخرى ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي فرضته ميليشيا الحوثي بقوة السلاح. في 3 أبريل عام 2015 أعلن حزب الإصلاح تأييده لعاصفة الحزم، وانخرط الكثير من أفراده في صفوف المقاومة والجيش الوطني في جميع الجبهات. في 21 أغسطس الماضي وقع رئيس حزب الإصلاح مع العديد من علماء الدين والقوى الدينية ما سمي بميثاق علماء اليمن، واجه على إثرها انتقادات واسعة. في 13 سبتمبر الجاري، والذي يوافق الذكرى 26 لتأسيس الإصلاح، نشر رئيس الحزب بيانا اعتبره البعض انطلاقة سياسية جديدة للإصلاح، فيما وصفه آخرون بأنه لم يضف جديدا لأدبيات الحزب وبرنامجه السياسي. نعم، إذن عودة إليك أيضا أستاذ عدنان العديني، إلى أن يتوفر معنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور معن دماج من تونس. هل تعتقد أنه بعد 26 عاما من تأسيس حزب الإصلاح استطعتم أن توصلوا صورة الإصلاح كما ينبغي أو كما هو، أم لازالت هذه الصورة مشوشة وملتبسة لدى الكثيرين بما فيهم شركائكم في العمل السياسي؟ شركائنا في العمل السياسي على مستوى الداخل هم يعلمون جيدا طبيعة وجوهر التجمع اليمني للإصلاح، الحزب السياسي الذي خرج من السلطة وذهب نحو المعارضة لإعادة صياغة المعادلة السياسية لصالح المجتمع، الحزب السياسي الذي ترك الشراكة مع علي عبد الله صالح في 2007 وذهب نحو تجميع صيغة جديدة في ساحة المعارضة من أجل ضمان توازن سياسي في البلد. خضنا مع شركائنا في الداخل تجربة سياسية كانت انطلقت من الانتخابات النيابية وانتهت وتجسدت في ذروتها في انتخابات الرئاسة التي نافسنا على الموقع الأول في السلطة وأيضا في الثورة. أما على مستوى الخارج، نحن كنا يعني ضحايا النظام السياسي الذي حاول بكل طاقته وقدرته وإمكاناته على خلق صورة أخرى للتجمع اليمني للإصلاح، تنفي صلته بالبيئة المحلية وتجعله طرفا أحد الأذرع لتنظيم الإخوان المسلمين، في حين أن الخطاب السياسي للتجمع اليمني للإصلاح أو الجذور التي نشأ عليها التجمع اليمني للإصلاح وأداءه على مدى 26 عام يؤكد الطبيعة الحقيقية والارتباط الجذري في الحالة اليمنية. التجمع اليمني للإصلاح حتى من الناحية السياسية هو حالة أرقى من التجربة السياسية التي خاضها الإخوان المسلمين في مصر. هذا يكشف إلى أي مدى يعني حقيقة التناقض في هذه الأطروحة. إذن أنت تنكر، يعني أنت تؤكد نكران علاقة التجمع اليمني للإصلاح بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي؟ هذا الأمر أكد عليه الإصلاح مرارا. أولا، التجمع اليمني الكيان اسمه التجمع اليمني للإصلاح، والناس يدعون بالأسماء التي يسمون بها أنفسهم، ثم أن التجمع اليمني للإصلاح في أكثر من محطة قد أكد على هذا الأمر وقال بأنه تجمع يمني للإصلاح نشأ على قاعدة محلية وأولويته وطنية، والقضايا التي يناضل من أجلها هي قضايا محلية وهدفه الدولة ونطاقه الذي يعمل فيه هو الوطن، النطاق الوطني، ولا يمارس أي عمل سياسي خارج حدود الوطن. هذا الأمر أكد عليه رئيس التجمع اليمني للإصلاح في أكثر من مناسبة، قاله أيضا على قناة الجزيرة يوما ما، وأيضا أكد عليه البيان الأخير الذي وأكد عليه أيضا تصريح الأخير الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الأنسي في صحيفة الشرق الأوسط. يعني ألم يكن حريا بكم الحديث عن فك ارتباط بهذا التنظيم الذي يعرف الكثير من اليمنيين والمطلعين على التجربة السياسية للإصلاح بأنه بالفعل هو خارج من رحم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر؟ فك الارتباط بكيان، يعني فك الارتباط من وكيف؟ يعني في النهاية تنظيميا وهذا أمر مقبول، لا يوجد ارتباط أصلا حتى نفكه أصلا، لا يوجد ارتباط تنظيمي، هناك مجال حيوي إسلامي نتفق فيه مثل ما نتفق مع الإخوة القوميين في الفضاء العربي. نعم. يعني ثمة مدارس فكرية، هذه المدارس الفكرية ودوائر الانتماء معروفة تبدأ بالوطن وتنتهي في الإسلام، وهي مكونات الهوية للمنطقة، الوطن والعروبة والإسلام، وبالتالي في هذه دوائر الانتماء نحن نلتقي ونختلف مع كثير من الاتجاهات. أما من الناحية التنظيمية لا يمكن أن يقول إنسان أن التجمع اليمني للإصلاح تديره جهة خارجية، ولن يسمح كما قال البيان، لن يسمح التجمع اليمني للإصلاح بأن تكون القضايا اليمنية رهنا بإرادات خارجية أيا كان هذه. نعم، هذا كان واضح، ونحن من نعرف أنفسنا بهذا. يعني
نعم، إذا الدكتور معن دمج انضم إلينا. نرحب بك الدكتور معن من تونس. دكتور معن، نحن نتحدث أو نقف اليوم على الذكرى 26 لتأسيس تجمع اليمني للإصلاح. كيف تقيم أداء الحزب خلال هذه الفترة وخاصة ما بعد الانقلاب والحرب؟ أولا مساء الخير. مساء الخير عليك. تحياتي للأستاذ عدنان وليك أستاذة أسوان. طبعا نهنئ الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح بالذكرى 26 لتأسيس الحزب، وطبعا الاحتفال والاحتفاء الحقيقي بكل المناسبات وبكل الأشخاص يتم بنقد علمي صحيح لأدوارهم وبتقديم رؤية حقيقية بعيدا عن، طبعا ليس هناك أي رغبة بالذات في هذه الأوضاع الذي يعيشها الإصلاح من رغبة في اجتثاثه وشيطنته ومحاولة إلغائه التي هي على رأس جدول أعمال الحركة الحوثية وعلي عبد الله صالح. لكن حتى في هذه الظروف نتصور أنه تقديم الرأي الصحيح والنقد هو المهم وهو المفيد، يعني على أرضية الخلافة وعلى أرضية الاتفاق، على أرضية العمل المشترك، أو حتى على أرضية الصراع السياسي الذي مفروض يكون سائد بعيد عن النزعة العسكرية والإلغائية اللي تتميز بها المرحلة الحالية. نعم دكتور معن، ولكن يعني وأنت تتحدث عن الرؤى في هذه المناسبة وتقديم رؤية سياسية للمجتمع وللبلد، فعلا الحزب قدم رؤية سياسية وطنية جمهورية يعني خالصة، وقد أثنى عليها الجميع سواء الخصوم أو الأصدقاء. يعني أنت كيف تقيم هذه الخطوة؟ أتحدث عن البيان الأخير الذي صدر عن الحزب. أنا في تقييمي الأغلب الحركة السياسية و أشخاص والتيارات أساسا أنطلق من فكرة ثورة فبراير والتيارات والأحداث التي تشكلت بفضل هذه الثورة أو حتى كرد فعل عليها بالثورة المضادة. في الواقع جزء كبير، وطبعا كان هناك مخاض طويل عرفه الإصلاح قبل أحداث ثورة فبراير ربما منذ 2006، وبرز هناك تيار في الواقع عنده ميل ديمقراطي وكان لديه استعداد للعمل خارج الإطار السلطوي الذي هو بالنسبة للإصلاح مسألة صعبة، لأنه لو نعرف تاريخ الإصلاح منذ تشكيله تشكل في أحضان السلطة منذ 5 نوفمبر، نتكلم عن الجذور العميقة للتنظيم الإصلاح. وفي الواقع كان هناك ميل كبير داخل الإصلاح لمغرضة الحزب، وهذا كان واضح في إقصاء التيارات، التيار الزنداني مثلا، وفي الدخول بقوة في معركة الانتخابات الرئاسية 2006. وفي الواقع أيضا كان التجلي الأبرز هو الضغط الشبابي والضغط أواسط كبيرة من مناضلي التجمع اليمني للإصلاح في دفع التجمع اليمني للإصلاح في اللحاق والانخراط في الثورة الذي كانت طبعا القيادة مترددة، وهذا أمر مفهوم بالنسبة لقيادة الإصلاح. طبعا مثل أغلب الأحزاب، وإن كانت حسابات الإصلاح كانت أكثر تعقيدا، ومثلما كان الإصلاحين دور مهم جدا في تأسيس الساحات وفي النضال في صعود الثورة، شهد التجمع اليمني للإصلاح ارتباكا في الواقع مع صعود الثورة المضادة الذي كان أحد أسبابها في الواقع الأداء الرديء الذي شكلته حكومة التقاسم الذي مثلها، طبعا مثل الإصلاح فيها المشترك و على أساس أنه ممثل وحامل للتيار الثوري ولثورة فبراير، كانت أحد أسباب طبعا تفاقم الوضع في البلد وصابت قطاعات شعبية واسعة بالأحباط من أداء حكومة باسندوة ومن أداء الأحزاب، ورأينا اللهاث السريع والمتساقط للحصول على المناصب، رأينا الأوهام عندما كنا الناس يتحدثون أن الدولة لم تمس وأن جهاز الأمن والجيش والإدارة ما زالت بيد علي عبد الله صالح، كان هنالك أوهام كبيرة بأنه المسألة انتهت وأنه الصراع الآن أصبح صراع على السلطة في الواقع. رأينا الخطاب في الواقع الاحتفائي بنصر ما زال غير موجود في الواقع حتى ضد دول الإقليم، كما نتذكر في تصريحات حميد الأحمر ضد السعودية بأنها دورة تدار من غرف الإنعاش. ألا تعتقد دكتور معن دماج بأن هذا الطرح
الذي يأتي منك يساري وأكاديمي إعادة للأسطوانة التي استخدمها الإنقلابيون لإسقاط الدولة، في حين أن الحقيقة تقول بأنه لم يكن الإصلاح ولا حتى المشترك هو ممسك بزمام الأمور في الفترة الانتقالية. هذا رأيي أنا رأيي نعم. أنه الدولة بقت في يد علي عبد الله صالح، لكن رأي المشترك والإصلاح كان مختلفا. كان هناك سخرية من الحديث أنه هناك انقلاب يعاد إليه، كان هناك، لكن دعني أواصل في موضوع تحليل صعود الثورة المضادة. في الواقع مع صعود الثورة المضادة الحوثية الصالحية رأينا ارتباك بالنسبة لأغلب المواقف الأحزاب السياسية، لكننا اليوم نتحدث عن الإصلاح. طبعا الإصلاح كان مستهدف ولذا كان ارتباكه أكثر، لأنه كان على رأس جدول أعمال الحركة الحوثية الصالحية والثورة المضادة اجتثاث الإصلاح وحظره، وطبعا القضاء على أعضائه وعلى تنظيماته. لكن الطابع الانتهازي الذي تميز في الواقع حركة التيار الإسلامي السياسي في اليمن وفي المنطقة مثل أغلب التيارات الأحزاب السياسية، إذا أردتم أن نتحدث عن الحزب الاشتراكي أو عن غيره سنتحدث، لكن موضوعنا اليوم الإصلاح. مع صعود الثورة المضادة في أسوأ لحظات اليأس الشعبي وفي لحظات الوحشية التي انطلقت من غرائز العصور بالنسبة لهذه الحركة الرجعية، رأينا أن تيارات واسعة داخل الإصلاح في القيادة وللأسف الشديد حتى في القواعد وفي المستويات الوسطى بدأت وكأنها في تسعى لاحتواء الخطر وتتكيف مع متطلباته. رأينا الخطاب الذي صعد مثلا من الأستاذ زيد الشامي بأنه رغبة في التصالح مع علي عبد الله صالح، هذا كان عشية سقوط صنعاء في الواقع. رأينا خطاب العديني مثلا، ورأينا حتى أن الشبيبة المتقدمة من الإصلاح بدأت وكأنها تظن أن إصلاحات الذي أجراها الإصلاح في السنوات السابقة على الثورة وعلى الثورة المضادة بالتالي كانت سبب ضعف الإصلاح، وبالتالي بدأت تأخذ موقف عدائي حتى من شركائها في المشترك بتحميلهم مسؤولية ما آل إليه الأوضاع. نعم دكتور معن، الحركة الثورية. دعنا نتوقف أيضا عند هذه الأفكار. أنت طرحت أفكار نعم. كثيرة دكتور معن، يعني أبرزها نعم. أو ملخصها بأن أن أن الإصلاح يتسم بالانتهازية السياسية كما أشرت. إذن أستاذ عدنان العديني، الإصلاح كان واحدة من أسباب تعثر المسار السياسي للبلد ووصولنا وصول البلد إلى ما وصلت إليه، يعني كيف تعلق؟ في البداية أنا أشكر الدكتور معن، وأحب أن أعلق على نقطة رئيسيتين. النقطة الأولى هي نقطة ديمقراطية الحزب وأيضا اتجاه الحزب نحو المراهنة على الانتخابات. أتوقع أن التجمع اليمني الإصلاح هو أكثر حزب سياسي راهن على الانتخابات وخاض معارك جولات انتخابية كثيرة بالقدر الذي لا يستطيع أن ينافسه أحد، وحتى أن التشكيلات التنظيمية للتجمع اليمني الإصلاح تم إعادة صياغته وفقا للمراكز الانتخابية في البلد. من 93 إلى 2006 خاض التجمع اليمني الإصلاح كل الجولات الانتخابية. كنا نشعر بأن حضورنا نحن في التجمع اليمني الإصلاح هو بسبب العملية الانتخابية. لم تكن هذه القوة السياسية لتظهر لولا المناخ الديمقراطي ولولا الانتخابات التي جعلت منه رقما سياسيا في البلد. بالتالي هذا التيار الذي داخل التجمع اليمني الإصلاح المؤمن بالعملية الديمقراطية كان تيار يكبر ويعرض. وأيضا يهمنا هنا أن ننوه على أن المؤسسة الإصلاحية هي التي في النهاية تقرر. ثم وجهات نظر مختلفة داخل التجمع اليمني الإصلاح حول كثير من القضايا، لكن في النهاية هذا التنوع الموجود داخلنا لا نرغب بإلغائه بالقدر الذي نرغب بأن تعمل المؤسسة الإصلاحية ومؤسسات اتخاذ القرار داخل الإصلاح بالشكل الصحيح، ولا يخيفنا أن يكون هناك ولا يقلقنا كثيرا أن يكون هناك أكثر من وجهة نظر، وحتى وإن وصلت إلى حالة تناقض. لكن أستاذ عدنان، هذه التباينات داخل المستويات التنظيمية داخل الإصلاحية ربما لا تقلقكم ولكن تقلق المجتمع اليمني، خاصة أنها تمثل هو كبيرة بين التيارات داخل هذا الحزب وتمثل في أحيان كثيرة خطر على المسار المدني والسياسي في البلد. المؤسسة بوجود المؤسسة القوية التي تعيد استيعاب هذه التناقضات وأيضا تظهر كرأي عام، يعني في النهاية ما الذي يضرنا أن يكون هناك؟ إذا استطاع
إذا استطاع الطرف النقيض للعملية السياسية مثلا في تجمع اليمين الإصلاحي، إذا صح هذا التوصيف، أن يقنع المؤسسة الإصلاحية المؤتمر العام بأنه لا يفترض أن نتشارك مع اللقاء المشترك، لو أنهم فعلوا هذا واستطاعوا أن يقنعوا الجميع بهذا الأمر، هنا ستكون المؤسسة معنية بالالتزام بهذا المسار. لكن لم يكونوا يستطيعون على اعتبار أنه كان هناك يعني قدرة على إقناع الهيئات القيادية للتجمع اليمني للإصلاح بالمسار الديمقراطي. هذا الأمر كان يعني بدأ صحيح متواضعا، العملية الديمقراطية داخل الحزب بدأت متواضعة وفيها نوع من النواقص، لكنها انتهت في المؤتمر العام الأخير للتجمع اليمني للإصلاح انتخابات كاملة في المحافظات كلها، وهذا مؤشر على ما نريده نحن للبلد للبلد بشكل عام. أتذكر أنه في التعديلات الأخيرة في المؤتمر العام الأخير للتجمع اليمني للإصلاح تم منح المحافظات انتخاب أعضاء مجلس الشورى المركزي في خطوة تعد فدرالة الحزب داخل فدرالية داخل الحزب، وهذه خطوة متقدمة في العلاقة ما بين المركز والمحافظات. هذه المؤشرات داخل الحزب يعني في النهاية إذا أردنا أن نقيم الأداء المدني، هنا التجمع من الإصلاح حزب ممتد على مستوى البلد، وبالتالي هو تعبير حقيقي على ما الذي على الطبيعة. لكن ماذا عن القوى التقليدية داخل هذا الحزب؟ ماذا عن القوى التقليدية داخل التجمع اليمني للإصلاح؟ سبق وقلت أن المهم في هذه العملية ضمان أداء مؤسسي داخلي. هذا الأداء المؤسسي هو الذي سيفرض الرأي الذي يكشف عن توجهات الحزب، وبالتالي نحن نريد في الحقيقة أن توجد مؤسسات قوية داخل الحزب تعبر عن الإرادة الحقيقية لأعضاء هذا الحزب أيا كانت هذه الآراء. لكن هناك مسلمات فيما يتعلق بالعمل السياسي وعلى رأسها يعني النظام الجمهوري والدولة المواطنة والتداول السلمي للسلطة، مثل هذه المسلمات هي التي تضبط النقاشات وأيضا تضع سقف محدد لا يحق لأي أحد تجاوزه. يعني ليس مقبول الآن أن يتحدث أيا كان في داخل وإن وجد من يتحدث، لكن المؤسسة لن تقبل به أيا كان هذا الحديث الذي يمس النظام الجمهوري أو حق الشعب في أن يحكم نفسه أو التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة. هناك نقاشات مفتوحة، لكن هذا السقف لا يجب أن تصل إليه هذه النقاشات أو تمسه. نعم، ولكن المخاوف أستاذ. النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها، نعم، مسألة التعامل مع الانقلاب الذي حدث في صنعاء. أظن أن التجمع اليمني للإصلاح كان يتحدث منذ وقت مبكر عن أن هناك انقلاب وهناك من يعد للانقلاب وهناك استباق للمسار السياسي والحوار السياسي الذي والحوار الوطني الذي يتم في البلاد، وهناك يعني مسار موازي وهو مسار عسكري يبدأ بإسقاط مؤسسة الدولة والمحافظات وسيتجه إلى العاصمة صنعاء. لم يكن هناك أحد مستعد أن يسمع هذا الخطاب أو أن يلتفت لهذا التنبيه. وجد التجمع اليمني التجمع اليمني للإصلاح نفسه يعني في دائرة الخطر، وهو المستهدف من الخصم، وأيضا تبدو وكأن الدولة كانت تسلمه لهذا المصير في حينه. نعم، إذن دكتور معن دماغ، كان الإصلاح كما يتحدث أود أن أكمل هنا. نعم، سأعود إليك أستاذ عدنان، سأعود إليك. يعني كان الإصلاح هو المستهدف الأول أو كان اليافطة أو الواجهة للانقلاب من قبل حلف الانقلاب وربما من جزء من الدولة كما أشار الأستاذ عدنان. يعني تضحيات الإصلاح خلال الفترة الماضية واندماجه ضمن القوى الوطنية والسياسية بدءا باللقاء المشترك ومرورا بالانتخابات الرئاسية التي خاضوها معا والثورة الشبابية وصولا إلى المواجهة المشتركة مع حلف الشرعية، كل هذا ألا يشفع لحزب الإصلاح لدى الأطراف السياسية الأخرى؟ ما الذي كان على الإصلاح أن يفعله ولم يفعله أستاذ دكتور معن؟ والله هو حزب الإصلاح لا يستحق ولا يحتاج شفاعة أحد. نحن نحلل في حجم حزب كبير، نعم، ونحاول أن نفهم آليته ونقول أن نفهم طبيعة توازن القوى داخل هذا الحزب، وأيضا نمارس نقد باعتباره مؤسسة عامة وباعتبار أن حركته وقراراته تؤثر على الشأن العام. نعم. بالتأكيد كان الحزب الإصلاح أحد المستهدفين من حركة الثورة المضادة لأسباب مختلفة. من ناحية أنه حجمه التنظيمي وقدراته التنظيمية كانت تجعل منه يشكل خطر على هذه الحركة الانقلابية وعلى الثورة المضادة، ومن ناحية أخرى أنه الخصم المثالي. إذا 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 رأينا تركيبة التحالف الثورة المضادة بطبيعته الجهوية والطائفية،
كان الإصلاح خصماً مثالياً، وبالتالي حتى القدرة محاولة تعبئة القاعدة التحالف الرجعي صالح الحوثي كانت تحتاج خصم مثل الإصلاح. طبعاً هو مثل الإصلاح وحتى بلغة الدواعش وإلى آخر ما هنالك. هذه مسألة، لكن يعني دور الإصلاح ودور كل الأحزاب المشتركة ودور الحركة السياسية ودور شباب ثورة فبراير ودور ثوار ثورة فبراير شبابا وشيبا في وصول الأمور وإلى أن تكون الثورة المضادة ممكنة، دورهم في عدم القدرة على تفكيك بنية النظام السلطوي، فشلهم في الاحتفاظ بجماهير الثورة وانفصال قطاعات إلى الإحباط، وهناك قطاعات حتى أن من قطاعات الثورة التي شاركت في الثورة تحولت إلى الثورة المضادة. هذه مسؤولية الأحزاب ومسؤولية الثائرين ومسؤولية المنظمين لهذه الثورة. يعني هذه المسألة ليست قضاء وقدرا، والمسألة ليس موقف أخلاقي مما حدث، نعم. هي محاولة للفهم والتحمل المسؤولية. نعم. إذا أستاذ عدنان العديني، نعم أستاذ عدنان العديني، يعني هذه الخصومة المتكالبة على حزب الإصلاح كما أشار الدكتور معن ليست صدفة يعني وليست قضاء وقدر، لابد أن هناك أسباب حقيقية يقف الإصلاح وراءها. يعني تحدث الدكتور معن عن فشل الإصلاح في الاحتفاظ بجماهير الثورة التي كان في صفها في 2011 وأسباب أخرى أيضا أوردها، كيف يمكن أن تبرر هذه الخصومة لحزب الإصلاح من جميع الأطراف سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية؟ بالنسبة للجماهير، خرجت الجماهير قبيل إسقاط العاصمة في أكبر تظاهرة يعني جماهيرية شهدتها العاصمة فيما يسمى بالاستفاف الوطني. هنا أريد أن أنبه إلى أن المشكلة التي واجهت اليمنيين هو أن النخبة لم تكن قادرة على أن تحتفظ بقدر كافي من الاحترام للمسلمات السياسية التي لا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال. نحن في تقييمنا للتجربة الانقلاب في تركيا كانت السلطة والمعارضة تقف في موقف واحد ضد العملية الانقلابية. فكرة إسقاط الدولة وتجاوز العمل السياسي إلى العمل المسلح والتعامل والاعتراف والقبول ببقاء السلاح خارج هيمنة الدولة، كل هذه المفردات أو الثقافة لم تكن جزء من الثقافة السياسية، وبالتالي رأينا نحن كثير من المواقف السياسية الملتبسة وعدم التعريف لما يجري في البلد، وهو الذي أدى أو ساهم بأن نصل إلى هذا لو أن الدولة استطاعت أن تعرف الانقلاب في أول بداية على أنه هذا عملية عسكرية خارج الدستور والقانون، لا استطاع الشعب أن يحتشد. نحن نتحدث هنا على منظومة كاملة وليس عن حزب سياسي معين. كان هناك قصور كبير، حاول التجمع من الإصلاح أن يلفت نظر السلطة حينها وأيضا الأحزاب السياسية، لم يكن أحد في الحياة، كانت الثارات والمناكفات السياسية اللي هي المتسيدة للمشهد، في حين أنه يعني أبجدية العمل السياسي تقول أن مجرد حمل السلاح من طرف مشارك في الحوار السياسي يعد انتقاص من سيادة الدولة وثورة عليها وإسقاط لمؤسساتها، وبالتالي يجب عن الشعب عن الدولة أن تتصرف بطريقة التي يليق بدولة. نعم أستاذ عدنان، لكن هذه الخصومة يعني هي من قبل الانقلاب ومن قبل الحرب، وهي ربما يعني انتعشت كثيرا في بين الثورة الشبابية السلمية الذي كان فيها الإصلاح جزء أصيل من مكونات هذه الثورة. يعني ألا يستحق 26 عاما من تأسيس الحزب أن تقف وقفة حقيقية وتقييمية لمعالجة أسباب حقيقية تقف وراء هذه الخصومة وعدم البحث عن أسباب موضوعية خارجية لا علاقة لها بالحزب؟ التجمع اليمني للإصلاح خاض حوارات مطولة مع شركاء العمل السياسي قبل 2003، واعتقد التجمع اليمني للإصلاح أنه أنجز مصالحة تاريخية مع التيارات التي خاض معها صراعات وصلت إلى حد المسلح، وكانت خوض الانتخابات في 2003 تجسيد لهذا المسار الذي نشأ في قبله بسنة وقتل من أجله، استشهد من أجله جار الله عمر رحمه الله في المؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح. كنا نعتقد وما زلنا نعتقد أن التجمع اليمني للإصلاح مع الحزب الاشتراكي اليمني مع جميع الشركاء أنجزوا مصالحة تاريخية. هذه المصالحة التاريخية كانت هي الأساس للذهاب نحو المستقبل وعلى قاعدة
حق الشعب في الحكم وضرورة أن توجد معارضة مستقلة عن هيمنة السلطة، والذهاب من ساحة هذه المعارضة لإصلاح النظام السياسي إذا ما رفض أطروحات المطالبات بالإصلاح الشامل، والمسار الذي نحن نتحدث عن تجربة، لا أتحدث أنا عن ظنون. التجربة التجمع اليمين للإصلاح طيب أستاذ عدنان، لماذا لم تعززوا هذه التجربة، تجربة التحالف السياسي مع الأحزاب الوطنية بعد الانقلاب، وهو كان أدعى لأن يتم فعلا التحالف في مواجهة تحالف الانقلاب يعني الحوثي صالح، والذي يتطور يوم بعد آخر إلى أن تشكل في هيئة المجلس السياسي والمجلس العسكري؟ ما زلنا يعني كما كنا في السابق نرى أن هناك ضرورة ماسة لأيضا مصالحات تعفينا من العودة بالصراع إلى الثارات القديمة أو تذكر يوم أيام الصراعات السابقة التي تلهينا أو تشغلنا عن الذهاب للمستقبل. أشعر أنه ما زال التجمع اليمني للإصلاح يرى من الضرورة بمكان، بل إنه من الفروض السياسية الواجبات السياسية حتى فعلا نتجاوز اللحظة الراهنة بكل ثقلها، لابد من شراكة سياسية قوية. وقد دعا هذا وقد كانت هذه إحدى النقاط البيان الأخير بأن التجمع اليمني للإصلاح يرى أن الشراكة السياسية واجبة في هذه اللحظة، وأن هذا الأمر سيستمر حتى إعادة بناء الدولة، وأنه ليس لأحد أو ليس لطرف القدرة على إدارة البلد، وأن إدارة البلد تقتضي مثل هذه الشراكات، على اعتبار أنه العقد الاجتماعي الذي كان يؤسس له من خلال الحوار الوطني الجميع معني بتنفيذه، وهذا العقد يحتاج إلى حامل سياسي وطني، ومثل هذا الأمر يحتاج فعلا للانفتاح على جميع الشركاء، وهذا ما سجله البيان الأخير للتجمع العالمي للإسلام. نعم أستاذ عدنان، إذن دكتور معن، ضرورة تحالفات سياسية وشراكة سياسية بين الأطراف السياسية المتمثلة في جبهة الشرعية، إلى أي مدى هي ممكنة خلال الأيام القادمة، وما هو شكلها يعني ربما من وجهة نظرك؟ والله في الواقع نحن نكاد يعني تكون التحالفات اللي شكليا وما زالت قائمة أصبحت مفرغة من المضمون. المسألة في إدراك طبيعة المرحلة وفي حل المشاكل الحقيقية التي أحد نتائجها للأسف الشديد أن جماهير الثورة والجماهير المعارضة والمعادية للتحالف الرجعي الانقلابي الحوثي الصالحي، رغم أنها تمثل أغلبية شعبية ساحقة، فأن الذي مشارك والموظف منها في معركة يعني معركة الصراع مع الثورة المضادة ما زالت فئات قليلة. لازالت ماذا؟ كثيرة. ما زالت فئات قليلة يعني من جماهير الشعب مخرطة في المعركة. السبب الرئيسي في الواقع أنها لم تجد لا الخطاب السياسي المعبر عن مصالحها، ولم تجد البنية التنظيمية التي تستطيع أن تنظمها والتي تشعرها بأنها مشاركة في القرار وبأنها تناضل بالواقع من أجل مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الحديث هناك إصرار رغم أهمية الجمهورية والشعارات العامة، هذه هناك إصرار على جعل الصراع دائما في المستوى السياسي وتغييب كل المصالح الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب. السبب الرئيسي أن كل القوى السياسية الرئيسية تتشارك نفس البرنامج النيوليبرالي، تتشارك نفس القضايا الاقتصادية، ربما مع صراع حول دور وحجم نصيب كل من القوى المالية التي تقف وراء هذه الأحزاب، ولكن لا تختلف فعليا على البرنامج الاقتصادي والسياسي. هناك إرادة أنه الأحزاب ومجموعة قيادات قبلية والتحالف العربي هي التي تقرر، ومطلوب من المواطنين أنهم يكونوا جنود فقط في المعركة. هذه المعركة لا تمثل مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، وتكتفي فقط بأن الأغلبية الشعبية الساحقة ترى في الحركة الحوثية بطابعها السلالي وبطابعها الرجعي وبطابعها الطائفي عدوا، وتريد أن المسألة تنتهي هنا. للأسف الشديد أنه الكثير نعم، إذا ما الحل شباب دكتور معن، يعني كيف إذا بناء على ما طرحت ما قد 2011. نعم دكتور معن، بناء على ما طرحت كيف يمكن تشكل هذا التحالف السياسي القادم؟ أرضية المقاومة المسلحة الموجودة في الميدان، نتمنى وطبعا نحاول أن نساهم في دورنا
في أن يخرج من الأرضية الشعبية من المقاومين الذين يقاومون سياسيا وعسكريا في الأرض أن يستطيعوا أن ينظموا أنفسهم وأن يكون لديهم استقلال سياسي وتنظيمي عن دولة الرئيس هادي وعن بالتأكيد عن التحالف العربي بقيادة السعودية وليسيغوا برنامج سياسي لمرحلة أيضا ما بعد الحرب والاكتفاء بأنه كل شيء سوف يصير على ما يرام بعد الحرب وكل التسويات المعروضة هنا تتكلم فقط في الأعلى الحكومة والسياسة وغيره ولكن الاقتصاد والمجتمع ومصالح المجتمع تبقى على الهامش وندخل في صراع ثم عدم القدرة على تشكيل بالفعل المشاكل الحقيقية لنا هناك رغبة في رمي المسؤولية أنه والله الأحزاب لم تكن في المستوى تآمرت علينا والمسألة ليست في الأحزاب المسألة أن الجماهير الشعبية التي خرجت في ثورة 11 فبراير واستطاعت أن تهز دولة علي عبد الله صالح بأمنه وحرسه وأمنه القومي وأمنه السياسي وأمنه المركزي ولم يستطع أن يقاومها لماذا تفرقت هذه الجماهير واستطاع بالتحالف مع الحركة الحوثية الذي جزء منها كان مساهم أيضا في ثورة فبراير بغض النظر عن رأينا عن أيديولوجيتها استطاع أن يعود ليغزو البلاد وليستولي على السلطة بطريقة عسكرية هذه الأسئلة لا تحتاج في الواقع حتى لو لم نكن نملك إجابات وحتى لو لم نتفق على إجابة واحدة لا تستحق الهروب ورمي المسؤولية على الأطراف الأخرى ما الذي دفع نعم ما هو الحل إذن دكتور معن يعني هل أنت تتحدث عن نعم تتحدث عن احتمالات مستحيلة إذن تتحدث عن احتمالات مستحيلة في مواجهة تحالف الانقلاب أنا أراهن على حركة الشارع وعلى المقاومة لأن السياسيين إلى حد تحت أي إطار تحت أي إطار سياسي نعم لو تحت أي إطار سياسي أو تنظيمي دكتور والله معنى. أنا قنعت لو كانت الأحزاب عندها إجابة فبها ونعمت لكن من الواضح أن حتى الأسئلة الحقيقية ترفض أن تسمعها أو أن تحاول تجيب عليها ليس مهما أن يكون لدينا إجابة واحدة السؤال كيف استطاع علي عبد الله صالح والحوثي أن ينظموا ثورة مضادة تستطيع أن تنتقل إلى الهجوم وإلى غزو السلطة وإلى الاستيلاء المسلح عليها بينما قبلها بعام أو عامين كانت الجماهير الشعبية قد حاصرت هذه الدولة وهي في عز قوتها وأسقطت مراكز قوتها وما الذي منع أن تتشكل هذه القوى الثورية في كشكل سلطة بديل من أسفل الأحزاب في الواقع منعت جماهير الشعب من أن تشكل تنظيماتها طيب دكتور معن يعني ونحن نتحدث الآن عن الذكرى 26 لتأسيس الحزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ربما الحزب السياسي الأكبر في صف الشرعية الآن والبيان الذي صدر عنه ألا يشكل خطوة يعني نحو الأمام في واقع سياسي قادم مختلف ربما دكتور معن هل رأيتي في البيان إجابة على مسؤولية من في الواقع يتحمل مسؤولية تجاه ثورة 11 فبراير؟ نعم هذا السؤال سأحيله إلى الأستاذ عدنان العديني هل في البيان الذي صدر عن اليدومي وهو هناك سؤال أيضا آخر داخل هذا السؤال لماذا صدر على صفحة اليدومي ولم يصدر عن الهيئات العليا للحزب هل هناك فيه ما يجيب على الأسئلة التي طرحها الدكتور معن دلماج وهي نجاح الثورة المضادة في مقابل ثورة 11 فبراير ما زلت أنا يعني أرى أن الجماهير اليمنية يمكنها أن تخرج في بالشكل الذي خرجت فيه ب 2011 كلما كانت الظروف مواتية لا ننسى أن الخروج الذي خرجت فيه الجماهير حينها كان خروجا سلميا بأدوات سلمية لم يكن خروجا ثوريا مسلحا كما عهدنا الحالات الثورية في العالم هذا المناخ السياسي اللي هو امتداد للعمل السياسي السابق يتراجع فيه الحضور الشعبي في حال نزلت الدبابة إلى الشارع يعني بالشكل الذي حدث في 2011 صحيح في الشكل الذي حدث في حال الانقلاب صحيح أن الدبابة خرجت من قبل علي عبد الله صالح لكن كان هناك نوع من توازن الرعب وأيضا الجماهير كانت لم يكن الحرب قد وصل إلى هذا الوضع الأمني لم يكن وصل إلى هذا الحد أنت تطالب الآن صنعاء كيف تخرج الجماهير في صنعاء وهي التي خرجت قبل سقوط صنعاء وقبل تسليم صنعاء بأيام بتلك الأعداد المهولة لكن الآن كيف يمكن لصنعاء أن تخرج في ظل القبضة الأمنية الرهيبة أيضا كيف يمكن أن تخرج في ظل هذا الوضع الأمني الذي يقمع كل حركة تتنفس
هناك صعوبة أن تخرج الجماهير في هذا الظرف، لابد للحركة العسكرية المقاومة التي تحدث عنها الدكتور معا وعول عليها، لابد أن تنجز مهمها في استعادة الدولة التي يفترض أن ترعى مثل هذه الحالات السياسية أو مثل هذا التصاعد السياسي المطالب بالتغيير. أتفق معهم من أن الجانب الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحظى باهتمام كبير من قبل الأحزاب السياسية والمكونات السياسية وكل القوى الثورية. لابد أن يعاد توزيع، لابد أن يتم الحديث المستفيض عن الثروة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للمال العام. لابد أيضا أن يحسب مصالح الجماهير التي خرجت وأيضا الوضع الاقتصادي المعيشي، كيف يمكن أن نضمن هذا الأمر بالقدر الذي نتحدث عن التداول السلمي للسلطة. يجب أن نتحدث أيضا وبشكل موازي وبالقدر نفسه عن التوزيع العادل للثروة. أما بالنسبة للحديث عن البيان الذي صدر عن التجمع العالمي للإصلاح، وهو في الحقيقة تحدث عن إعلان أشبه بإعلان مبادئ، هذا كإطار عام لحركة ممكن أن يمثل إطار عام واسعة لعملية نقدية، سواء لما تم في الماضي وأيضا لما يفترض أن نخطط له في المستقبل، لكنها كانت تشبه بالإطار العام لهذا الأمر. وقد أعلنت من قبل الهيئة القيادية كلها، من قبل الأمين العام ورئيس الهيئة العليا والأمين العام المساعد، كلهم تحدثوا عن البيان بما لا نعم، لكن سنعدنا إلى متى سنظل نسمع حتى هذه القيم والأسس والمبادئ الوطنية العظيمة؟ إلى متى سنظل نسمعها من ذات الوجوه، من نفس الكهول الذين يحملوا هذا الجسد الشاب والفتي الكبير متمثل بالإصلاح؟ أنا يعني حين أتحدث عن التغيير فأنا أتحدث عن دورة تغييرية داخل المؤسسات ولا يعنيني الأشخاص. أنا أتمنى يعني وأدعوكم لأن تتمنوا أيضا معنا أن ينعقد المؤتمر العام للتجمع العالمي من الإصلاح، وفي التالي فإننا نرضى بنتائج يصدر عن هذه العملية الداخلية. التغيير في الحقيقة هو أن يوجد لدينا مؤسسات قوية، وهذه المؤسسات تصنع القرار وفقا للمعايير، معايير صنع القرار، وفقا أيضا للاقتراع الحر والنزيه. هل يمكن أن يعقد المؤتمر حتى مع استمرار الحرب؟ إذا توفرت أجواء أمنية مواتية في أي مكان في اليمن واستطاع التجمع العالمي للإصلاح أن يعقد مؤتمراته المحلية، حينها سينعقد المؤتمر العام. نعم أستاذ معنا دمج، ربما ورد في إجابة الأستاذ عدنان إجابة على جزء من تساؤلتك حول الثورة والثورة المضادة، وربما المقاومة الشعبية التي تشكلت الآن هي أكبر رد على الثورة المضادة الموجودة الآن على الأرض. وأيضا في بيان الإصلاح فيه الكثير من الثوابت والأسس التي فقط بحاجة إلى إرادة سياسية للالتفاف حولها. هناك سؤال أستاذ معن، هناك من يعتقد بأن يعني الأحزاب اليسارية والقومية تحديدا دائما تحتكر الوطنية وتتصدى لأي خطاب وطني يصدر عن أي أحزاب إسلامية، ألا تعتقد بأن هذا حاصل الآن خاصة في أمام المعارضة التي قوبها بها بيان الإصلاح الذي لا ينقصه شيء من الخطاب الوطني والديمقراطي والجمهوري والذي أثنى على كل المراحل السلمية والمدنية والديمقراطية في البلد؟ بين الموقف والنقد والعداء اللي له طابع أيديولوجي، نعم، وهو موقف من الإصلاح ومن الإسلاميين على عمومهم، وبين النقد الذي يستند أول شيء إلى الحقائق التاريخية وإلى طبيعة الأمور وإلى طبيعة تكوين الإصلاح. أول شيء الوطنية مجرد مشروع سياسي، الإسلاميين تاريخيا لم يكونوا يحفلون بالانتماء لهذا المشروع السياسي، وكانوا أحيانا يأخذون منه موقف سلبي باعتباره جاهلية. هذه الحقائق لنا، حتى الجمهورية في الواقع منذ متى كانت تحضر بشكل كبير في الخطاب الإسلامي؟ هذا الأمر لا يعيب الإسلاميين. الناس يريدون مصداقية، عندما يغير الطرف سياسي أو اجتماعي موقفه عليه يقول أنني تبدلت. سياسة التكاذب والإنكار فقط ترسخ هذا الموقف. لا أحد قال أن الإسلاميين ليسوا وطنيين وليسوا يمنيين، بالعكس هم يمنيين ووطنيين وعلى عين ورأس الجميع، هذا مسألة مفروغ منها، نحن نتكلم في الشأن السياسي. أنا أريد أن بالجد يعني متى كان الإصلاح ومتى كان الإسلام السياسي يحفل كثيرا بهذا الأمر؟ طبعا المشاكل تتبدل،
حتى نحن شخصيا كل اليمنيين كانت قد تحولت ثورة 26 سبتمبر بالنسبة لهم إلى موضوع تندر. من كان يحفل بثورة 26 سبتمبر قبل عودة هذا الوجه القبيح للحركة الإمامية في الشكل الحوت؟ نعم هذا الطرح أستاذ معلي، توقف علينا فقط أن نتحول في نهاية الحلقة إلى الأستاذ عدنان للرد على هذه هذا التوصيف الذي طرحته، يتحدث عن سياسة التكاذب وعدم الشفافية والمصداقية من بعض الأحزاب الإسلامية، وربما هو يشير إلى الإصلاح في أقل من دقيقة. أستاذ عدنان، والله أنا أدعو الأستاذ معان دماغ أن يقرأ التجمع اليمني للإصلاح. صحيح أننا يعني ما وصلنا إليه لم نكن عليه الحال في البدايات، نحن تطورنا وحدث داخل التجمع اليمني للإصلاح كثير من التطورات التي ذهبت بهذا الحزب نحو الوطنية، الذهاب نحو المشترك لم يكن أمرا بعيد عن المراجعات الداخلية التي أو دفعت بالتجمع اليمني للإصلاح الاقتراب من الأحزاب السياسية داخل المعارضة. أيضا الذهاب نحو شعارات المؤتمر، يكفي أن يقرأ شعارات المؤتمرات العامة للتجمع اليمني للإصلاح من بداية إعلان نضال السلمي في 2002. هذه المؤتمرات كلها تكرس الوطنية وتدعو إلى الحريات والحقوق وتدعو إلى الإصلاح الشامل. الأدبية التي صدرت عن التجمع اليمني للإصلاح، نحن الحزب السياسي الوحيد الذين استضفنا كل القيادة السياسية في المعارضة في برنامج اسميناه برنامج داخلي للنضال السلمي، ولم يكن هناك نأمل أستاذ عدنان أن تتحول كل هذه الرؤى والطروحات التي تقدم بها الإصلاح إلى واقع ملموس يلمسه جميع اليمنيون. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عدنان العديني القيادي في حزب الإصلاح، كما أشكر الدكتور معن دماغ الكاتب والباحث السياسي كان معنا من تونس. في ختام حلقتنا من فضاء أحر لهذا المساء تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.